شايف ان المعرض ده معرض مختلف عن المعارض السابقه. المعرض ده معرض بالحجم والحجم حجمه هو 42% من المساحه زياده. عدد الصالات القاعات العرض اكبر بكثير، حوالي قاعه ونص امتدت في هذا المعرض. الحقيقه التكنولوجيا وعدد الشركات العالميه والشركات المحليه المشاركه كبيره جدا. يمكن زي ما قال سيادة الرئيس في كلمته طبعا دعمه الكبير، بنتكلم ان احنا بنخاطب هذا القطاع، بيخاطب العقول ويخاطب الشباب. الحقيقه احنا عندنا عقول محترمه ومهمه جدا وشباب واعد، مش هذا الشباب الحقيقه يطلع بالمستقبل هذه الدوله الى الامام. معرض النهارده شرف بافتتاحه من قبل السيد رئيس الجمهوريه، والحقيقه ده دعم كبير للقطاع ووضع على القطاع مسؤوليه ضخمه. هذه المسؤوليه انا متاكد انني وزملائي سوف نكون حريصين وقادرين على تحمل هذه المسؤوليه ونحن نبقى على قدر هذه المسؤوليه. موجوده الكبرى موجوده تحت سقف هذا المعرض، كميه الافكار والتطبيقات اللي موجوده كميه كبيره. احنا بنركز فيه على زي ما قال يمكن سيادة الرئيس في كلمته على العقول وتنميه العقول. هذا القطاع هو قطاع واعد لانه قطاع بيخاطب العقول ويخاطب الشباب. النهارده شفنا العديد من الشباب بافكار كبيره وعقول متحضره، وهي دي اللي هتطلعنا للمستقبل. فالنهارده المعرض ياخد شكل، هذا الشكل شكل جديد مختلف بدعم كبير من القياده السياسيه اللي حاطط علينا مسؤوليه. هذه المسؤوليه مسؤوليه ضخمه، وانا عندي ثقه في زملائي في القطاع بانهم جميعا هنبقى على قدر هذه المسؤوليه. هيبه 29 شباك وهتجيلك رساله كل يوم فيها اخبار الزراعه والطقس ومعلوماتك عن ارشاد الزراعه، وكمان لو كلمت 29 هيوصلك بالتجار والموردين والدكاتره الفلاحين. انضم لخدمة مزارعين مصر مع فودافون. مهندسة وانا بكاين شوف انت مانجر